المغرب والجزائر. راه ما كاين الحب. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. راه قصه الخبز اخوتي، حنا فقراء ناكل الخبز. خوتي هذا الخبز، الخبز عباد كيفاش كيقولوا له في تونس؟ كيقولوا الرئيس الجزائر. اكثر يكون رئيس الجزائر. ايوا كول كول. هو مصطلح زوين ياك عند التوانسه يضحك، ولكن كاين واحد المصطلح عند خواتنا المغاربه ومشكله جاب جاهم وسميتها خبزونا. كي تكح واش يقولوا؟ يقولوا الكحبه. حنا راه عندنا. المهم خوتي حطوا لنا واحد لايك اللي بتشوف الرياكسيون صايي ابوني زين. شوفوا التراك تاع سمول اكس الدراري اللي بغى يقول لنا كاش مصطلحات مغربيه مسطين يجينا الانستغرام راه تلقاوها في الوصف. المهم خوتي مرحبا بكم في لاشين تاعنا الاوفيسيال. دوك نديروا واحد القناه، دوك نديروا واحد الفيديو سبيسيال تاع وصلنا 50000 مشترك. دخلوا اول تعليق تلقاوها، ابونوا فيها كامل باش تحتفلوا معنا. تما راه كاين الجيف واي، الجيف واي اخوتي. لقيت واحد تاع راسك الجيف واي يضل لي طاقيني في الانستغرام باغي يربح جيف واي، وقال لك نديروا الجيف واي. اكس اكس ال انا فواز سميتو سمول اكس، يعني واليوم بالك واقيلا ما ولاش سمول ولا دبي اكس يعني كبر. ما كانش على بالي انا بلي هو خو خو ما سمعنا اخويا سمعنا اخويا بل عليه خلاص بارك الله تقرس كما نقولوا حنايا. ما كانش على بالي بلي خوما شوف يكون كيف باغي تلعب معايا راه ما في تيك توك اني فو اغاني فلو ديالي بعدو غادي يوقف لي الفلو اني صوف تمشي على الحشرات اللي قدامي تاني شغل الصوف عندي دراري برسيا الفلوت تاعي وحده غادي يوقف لك الصوت. نقعد على البارتي يا دراري. شو لو كنت باغي تلعب معايا راه ما في تيك توك اني فوق اغني فلو وديني بعدو غادي يوقف لي الصوت اني صوت تمشي على الحشرات اللي قدامي تاني شغل الصوت عندي طون. حسيت فيه الراب تاع زمان، ماشي تاع زمان زعما، ماشي تاع زمان زمان، حسيت فيه الراب الهارد صح ماشي كيما الحنين. ماشي ما كاينش بان شي هادشي مالو، لكن كنتش كنرد قدامي راه بزاف على السيف واخا تحت في السيف، ما فهمتيش عليا سميتك ما كاينه في الجينيريك، كيبان لي خاص الليح فاش كتشوف غير انا اللي كتشم ميجا زحف عليك بيك، هادشي راه معروف عليك. اخوتي راه اسمي مزيان انا قلت فاش كتحتاج غرضك كتجي جاي على رجليك، كتجي تزحف على ركابك حتى على وجهك اللي تحشروا نهار اعمى. كاين اللي قال لك كاين اللي يجي على وجهها، قال لك الواحد ما يجي تقول لي كيسبونا يجوا على كار. تبيع اللي ما غزيت تبيع معهم حتى والديك، تبيع اي واحد كيبان لك فيك السيف الماضي كيبقى قد ما وتصدى كل كلب عندو جاب اللي كيجي قدو شوف شحال جبت بعدا سير تقدا يا بعد مشى ربدا قدامو ما غاديش يشدو هكا واحد الراديو الاخر للتلفاز ناري. شوف عجبتني بدات نسمع واحد الكلمه ونعاود نقول لك هكا واحد الراديو الاخر للتلفاز يعني واحد الرواب واحد مشي الراديو ولا خرج التلفازه قال لك شوف شحال في جيبك عاد تقدا عاد مشي للصوت تقدا كتعني هذه كتعني عرفت انت شحال كتوزن بعد قال لك اللي كديروا ماشي شي حاجه نتوما راه عارفين هذا الشيء مزيان 14 شنو غادير اللي ما بغيتش الناس بلا ما صنعني راه ما جاش علاش الراب المغربي الرابر تلقى عنده في تراك واحد اكثر من ثلاث فلوات اربع فلوات حاجه مليحه قصر واحد غادي نهاري ما تصحاش غادي نهاري ما تقلش غادي نهاري ما تقلش داكشي اللي بتقولو قولو بلا ما تعلى فيها قصه بلا ما تقطعو شرع الراب راه غير بالدارجه داكشي اللي نديرو صبرو قدر عيشو في اي دور وخلي علاش ما بقاوش علاش ما بقاوش شايفين علاش ما فهمتش انا الحاجه اللي ما عجبتنيش علاش ما كانوش مستمرين في لا مش علاش ما بقاوش اصلا هما تفارقوا هما تفارقوا هو اخوتي علاش ما بقاوش ما عرفتش انا خاطرش اللي ما راك يزورو ما خافو حتى شي زاد مول في مشغول مول في مشغول في اخي خطر في ديال مشارشي كتشيري بحال شي هاكي هادشي راه عندي في الدم ندوسو مع اتاي غامقا واحد ليكم في كراش ما عندي حي غامقا واحد ليكم في كراش ما عندي حي غامقا كنسمر في الدم على ما عندي جاني شبه جاني شبه غادي نبقاو لكم في الله جاني شبه لي الشناوة في تقول شينوي في هاد الوجه ولا واش؟ واه غامقا واحد ليكم في كراش ما عندي حي غامقا واحد ليكم في كراش ما عندي حي غامقا كنسمر في الدم على ما عندي
جاي يشبه للشناوة ولا في وجهها ملامح تاع وجهها وكل شيء. تقول شين وين راهي رابي بالعربية وصاي يا بدو ما يدا بغا زيرو صحت ايمان فعش تاني دل بصح لي كيعرفوني في جو في زاني رمضان في عيد الباصة كيجي كدويني كالا الدين وضم كبر مراق اخي الدعا فراسك خليت لك باصة ورجنا لك انتو تدخلوا ليه جوا الناقص طب راجع شمع لي اخبار مني داك اللي قال لك لا دراي في الكاستينغ ولا ولا شي حاجه اللي غيصور عيطوناش درك انا نسجلو داك اللي قال لك نتوما ما تمثلوناش منا هذيك الجنه الا كنت فيها انت بناقص كيبان لك ناقص منها كاع راه انا عجبتني ثاني واحد الكلمه زوينه غادي نبقاو حاسين مادام هنايا غادي نبقاو حاسين لكم هنا اصل لك في الكراج هادي والله غادي تحلم بيا صح ما غاصا عمرني ما منش تواضع ماشي ضعف شو شي هاديني ما يا بلا ما دير فيها صار يكون شنو غاديري انا دغاتش اسكت انا سناري راه ما جايش هاد البارتي جايه زوينه الدراري تقصر جا فيها زوين وما عنديش وقت للمبايس حتى حنا ما عندناش وقت ليكم سول فيا ما كانش سمعتوا الحقاده حتى حنا راه ما عندناش وقت ليكم واش درا في بالك هاد البارتي جات زوينه وقت غير باش نكبروا اللحيه نربي اللحيه وما نربيش واحد كيما انت الله يسلمك قال شو وقت المبايس الدراري خوتي والله شوف انا كيما قلت لكم بلي انا هذاك اللي مزكني في شحال وحتى كي كانوا مجموعين ماذا بينا حنا خوتي يكون زعما هاد التراك تمهيدي لواش راه بغا يطلقوا زعما يرجع فهمت خوتي اوبليجي انا حاجه اللي بغيت نقولها يعني اللي تيم الكبار في الراب ماروك مش عارف كيفاش راه يصرى ليهم الكبار يعني كي نحكي لك انا على شايفين ولا نحكي لك على مسلم نحكي لك على البيك هذو الاولى اللي بداو الراب واللي هزوا بالراب المغربي كي ما يبقاوش هادو مش نقول لك الراب يطيح ولا بسكول جينيراسيون جديد هذه راه دايره حاله دايره موفمون تاعها ووصلت العالميه طوطو مثلا راه سمعوه بزاف لي دي جي في الميريكان كانوا طالقينه في اللايف المهم بزاف روابا كاع كبار فهمني مش نقولوا غير ماشي طوطو ما كاينش غير طوطو كاين بزاف كاين منال كاين يعني دراري دريات كلشي فهمني هزوا بالراب المغربي مي ولكن هذوك عندهم حلاوتهم بوحدهم راك فهمني شايفي مسلم كيما مسلم تاور انا شفنا هاد الخطرة تقريبا عندك اكثر من داخل وقيله في العام اللي ما حدش تراك فهمني نشوف وما نقولكش مات ليه الحوت ولا ما يموت ليهش الحوت مسلم اصلا بكاس بيبليك كبير فهمتني عنده بيبليك تاعه عنده كلشي بصح هاد الثقيل بزاف ماشي زوين احنا الفايده لينا احنا خوتي احنا باغيين نتمزكوا كيما هاد السيمانه تمزكنا مليح راك فهمتي التراكات واعرين تحطوا مازال عاد كاين الحوايج اللي عجبتني بعد هاد السيمانه مادام جبت انت هاد السيمانه ودخلتها في لالين على حسب ما قال لي زكريا كاين غدوه واحد الفيت بين فوبيا والفرده سميتو افريقي يعني هذه حاجه زوينه ثانيك في عاود ما نشوفوا غير البيفات بين راب ديزا دراب ماروك شوفوا التعاون شوفوا باسكو حنا كنا كولابوراسيون شوفوا لوف يوصل لبعيد كيما شفنا حليوه دار مع سوفاج بلو باسكو حنا فلان مع مون درك حنا كي صرا لي كلاش بين 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 ديزا دو ماروك كيما حنا درك غادي نفهموها بواحد البارتي تاع ميزي هذاك ما كان مساكين الاطفال كاين اطفال لي لا مغربي جزائري فهمتني واش بغينا نقولوا هذا هو كان تراك هذا جا زوين يعني ان شاء الله انا جاسبر غير يعاود يدير خدمه يكمل في الخدمه ما يعاودش يغبر كيما غبرت انا حتى نعاود ننسى ولا هذا ما كان ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد في حلقه جديده وصفيه كلشي خوتي دخلوا تفرجوا بيس ليكم